صديقتي تتبعيني او صديقتي تتبعيني، التمارين دي للاسف في البيت. مبدئيا كده بتتمرن في البيت، اول حاجه تعملها عشان مفيش مشايه يعني وما تقدرش تمشي او تجري، فانت اللي محتاج تعمله الموضوع ده اللي هو الجامبنج ده، ممكن تعمل 30 ثانيه في مرتين. احنا محتاجين نعلي ضربات القلب وننشط الدوره الدمويه ونهيئه ان في تمرين هيحصل او في حمل هيقع عليه عشان برضه ما يبقاش في لزوجه في الدم، فدي مهمه جدا ان انت تعملها. المهم ان احنا عايزين نخلق في 60 علقه، اعملهم 3 مرات في 20 مفيش مشكله. بعد ما نخلص الحركه دي نسخن كتفنا، كل شكل هتشوفه او هتشوفيه 20 عده في دورين كده، دور خلصنا 20 مثلا، ده الدور الثاني كده 20 قدام، نفس الكلام جانبيات الاماميات، حركة روتيت الكف مهمة جدا جدا، يمين وشمال، بعد كده جانب كده برضه يمين وشمال او جايين مع بعض، بنخلص التسخين ده خلال 3 4 دقايق. اخر حاجه هتشوفها لازم تعملوها كل يوم كل تمرين، حتى لما تصحى الصبح كده السكوات ده مفيد جدا في تنشيط الدوره الدمويه وتقويه العضلات الاماميه تحديدا وتقليل الحمل على الركب. ثلاث دور في 20 وكده كده طبعا الظهر والجلوتس. تمرين الصدر في البيت، اي حاجه ما تحطوها كده على الارض، اول تمرين هيبقى بالمنظر ده. هنجيب الدمبل ايا يعني كان الدمبل الخفيف يعني، هنثبت كوعنا تحت في الارض كده، خليك شوف المسافه ما بين او الزاويه بين الكوع والكتف، هي مش كده هي بتبقى كده. هنطلع فوق الدمبل الاثنين عادي على بعض 20 عده بالمنظر ده كده. المهم واحنا طالعين بنحاول نقصر الصدر، ننزل بالراحه هتثبت تحت هنا. التمرين ده مهم على فكره ومفيد، التكرار ممكن يبقى 25 عده، هنعملها 4 مرات، بين كل مره ومره بنريح 30 ثانيه فقط لا غير عشان يفصل يضل في حاله بامبنج للعضلات، ان يكون في تنشيط دايما للدوره الدمويه وفي ضخ للدم. هنعملها 4 مرات في 20 25 عده. التمرين الثاني التفاتيح بالمنظر ده، هننزل للاخر كده ونضم فوق، الفكره كلها ان انت وانت نازل بيكون في مقاومه وانت طالع بتقعد حاول تعصر على ما تقدر السن لحد ما تحس ان العضله شغاله. برضه بتتعمل 4 دور في 20 او 25 عده، بين كل دور ودور راحه 30 ثانيه بس عشان نفضل محافظين على ضخ الدم. ده دور ثالث او ده مجموعه ثالثه قصدي، المجموعه الثالثه دي بتبقى فردي بالمنظر ده كده، هطلع فوق تحت فوق تحت. لو اخدت بالك هتلاقي في زاويه ان انا داخل زاويه جوه شويه، الاول كنا بنطلع كده بنقف، دي هتسمح لي ان انا اخش زاويه كل شويه داخل كده بالمنظر ده. برضه نفس الكلام، كل ما الوزن بيزيد العدد بيقل، 4 دور في 20 او 25 عده، فتره الراحه بتبقى من ما تزيدش عن 30 ثانيه. تمام؟ بعد ما بتخلص المجاميع اللي انت شفتها دي، عايزكم تقفوا بالمنظر ده كده، ايدك بيبقى فيه زاويه قدام شويه، خلينا نقول 15 ثانيه في 3 مرات، تقدر تعمل اكتر من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه يبقى كويس جدا. دي بتقوي الاعصاب، بتشد يعني العضلات، قوي المنطقه الجنبيه للكتف والترايسبس، طبعا اكيد برضو البطن بتشتغل معاها. بعد ما خلصنا وضع الثبات من تحت زي البوش اب دي، البوز بتاع البوش اب ده لمده 15 ثانيه 3 ادوار او 3 مجاميع يعني، انا هاجي هنا على الحيطه هرجع ورا شويه كده، ارجع بالزاويه اللي انت حابب ان انت ترجع لها تكون اريح لك يعني او اريح لك. ايدينا هنا بتبقى قدامنا بالمنظر ده كده اهي، شايف اهو ايدك بتطلع قدامك كده عشان يطلع فوق ولا تحت، ايدك اهي تطلع قدام، ترجع رجلك شويه بتقف على مشط رجلك، تنزل
هي تبدو سهلة، لكن مع التكرار والتمرين والتركيز هي بتضخ الدم كويس جدا في عضلة الصدر. ترايسبس فمفيدة، تخمل ثلاث ادوار في 20-25 عدة، فترات الراحة 30 سنة، يكون جنبيك ساعة يكون أفضل عشان تحسب القصة دي كلها. نفس الدمبل ده اللي أنت شغال بيه، هنقف ثابتين كده، أدي ماسكة الدمبل، ده برضه للصدر. هنفرد قدام ونرجع ورا بالراحة هنا. دي هتشغل خوارج الخارج بتاع الصدر، خصوصا الجزء العالي. برضه نفس الكلام، 20 عدة 25 عدة، ممكن توصل ل 30 عدة، الأوزان الخفيفة، فأنت محتاج إن أنت يكون في ضخ دم أعلى، طالما مفيش أوزان عالية عشان نعوضها، بنعوضها عن طريق إن إحنا بنقلل فترات الراحة وبنجيب تكرارات عالية. بعد ما خلصنا تمرينة الصدر كده خلاص كويسين، كل حاجة كل شكل شوف كل شكل شفته، تعمل أربع مرات أربع أدوار في 20-25-30 عدة، فترات الراحة بتبقى 30 ثانية مش أكتر. هنلعب ترايسبس معاها برضه بما إن إحنا شغلناها. فأول حاجة في مجموعة الترايسبس، إيدك بالمنظر ده تمسك الدمبل، بيبقى فوق الدماغ كده، وبقى ننزل يبقى ورا كده. انزل بالراحة تطلع بالراحة. كل ما الوزن بيبقى خفيف كل ما الأداء بيبقى المفروض أبطأ عشان تحس بالعضلة أفضل. نفس الكلام شمال ويمين، 20 عدة أربع أدوار، فترات الراحة 15-30 سنة مش أكتر. هنلعب دلوقتي برضو مجموعة تانية للترايسبس وإحنا نايمين، إيدي هيك هرفعها كده مستقيم، أدي الدمبل ده بالمنظر ده، الجزء ده اللي بيشتغل مش الكرسي ده، فهينزل كده للترايسبس، تنزل جنب دماغي حاسب وشك طبعا، ما بترجعش ورا، تبقى مستقيمة هنا كده، تنزل نفس الكلام، تنزل بالراحة تطلع بالراحة، يكون أفضل لو نزلت واستقريت عشان يكون في ضغط، عملية القبض هنا أفضل، تطلع نفس الكلام بالراحة، أربع أدوار في 20-25 عدة، نفس الكلام شمال ويمين، فترات الراحة بتبقى 30 ثانية مش أكتر. بنفس هذا الدمبل هنمسكون ايدينا الاثنين بالمنظر ده، هنفرد فوق وهننزل تحت كده عشان تنزل عند الايه جبهة الدماغ اللي احنا بنسميها الغورة، ما اعرفش مين بيسميها الغورة اساسا، بس ماشي اهي. نفس الكلام كوعي اهو جوه، حافظ دايما ان كوعك يبقى جوه بالمنظر ده، وتبقى ماسك الدمبل كويس، لو وقع على وشك كده مش مسؤول، ها عشان نقصر. ركز يا 40 وخد بالك من نفسك اهو بالمنظر ده. نفس الكلام أربعة أدوار في 20 عدة، فترات الراحة 30 ثانية مش أكتر. كل ما الوزن يزيد كل ما العدد بيقل. آخر مجموعة يا صديقي في الترايسبس، الدمبل ده لو ما عندكش غيره إن شاء الله لما ربنا يكرمك تجيب دمبل غيره وتزود يعني. فوق 90 أهو، تحت وأنا نازل تحت بعمل عملية سكويز، فوق سكويز هوب كلوب. كان زمان في واحد صاحبي يقول لي هاتش هات سوست حمالات اهي المنظر ده. نفس الكلام 20-25 عدة، اربع ادوار شمال ويمين، فترات الراحة بتبقى 30 ثانية. طبعا انا بعمل الفيديوهات دي، راجل صديق شغال في الجيم هو اللي بيساعدني اعمل الفيديوهات دي، فانا بحاول على قد ما اقدر اسهل المعلومه من غير تعقيدات وكلام كتير ما لخبطكش معايا انت او هي. طبعا الفيديوهات دي كل الاعمار للناس اللي في البيوت. طبعا اتمنى ان الفيديو يعجبكم وان التمارين تبقى كويسه معاكم. بعد ما تخلصوا او تتفرجوا على الفيديو وتتدربوا يعني، لو عجبك الفيديو عرفني، لو عايز تسأل على حاجة انت او هي او عايزين تمارين تانية عرفوني برضو، اكتب لي بس في التعليقات. انا في الاول وفي الاخر هدفي اللي ما يعرفنيش ان اساعد في انشاء اسرة رياضية في المجتمع الرياضي. انا احمد سيف.